ازيك يا كوتش؟ الحمد لله على السلامه. ازيك انت يا خوليو؟ الله يسلمك. ايه ده لقمه كده على الماشي؟ الله، انت باين عليك مضروب قوي. رجعت للصندوق تاني؟ اعمل ايه، ما لقيتش صنعه غيره تاكلني عيش. ها هنروح ولا هنعدي على الحوش؟ هنشهر على الخواجه مش ريق الاول يا خوليو. يا عم انسى العالم دول بقى. انسى ازاي يا خوليو؟ دول سنتين ولا انت نسيت؟ الدنيا ضيقه مش غيري. ها زوج حتى انك ما بحلق لي كتير، مش هتعمل معانا واجب ولا ايه؟ تلاته دوب لي اجليطس. اتفضل بلاش السايب، خليها ازازه يا اكليطس. كتر المزه يا اكليطس. اخدهم مزه يا انا. اهلا وسهلا، انت خرجت من السجن كيف؟ كان نفسك افضل هناك على طول؟ لا انا هو ازاي ده يا ولد العم، وراس ابوي وراس ابوي ربنا وحده يعلم انت قطعت بيا كديها. بس انا علم انك واخد 3 سنين. طلعت بتلتين المده، حسن السر واسلوب. شفت الاخلاق بتنفع ازاي؟ بقول لك ايه يا سي مرزوق، اوعاك تصدق الكلام اللي بيقولوا عليه ولاد الفرطوس دول. كلام ايه؟ ان انا يعني وزيت عليك ولا حاجه؟ انا مستعد احلف. يا راجل معقول اخليك تحلف وركب لك ذنوب؟ ايه عنك انت؟ حاسب ومرزوق. خير درعوا الخمر من عماهم قالوا الخير جاهم. همني جمال ناس وهي شرب الحرج يا رجالة، شرب الحرج. زمانه حزين رزين. على الخمارة اللي اتحرقت؟ لا، على الإزازة اللي اتدلقت. الله يا عبد الله. يلا دول عشاني؟ لا عشان ابقى خفيف. يلا انت اللي كان لازم تدفعني. عسل اسود وحلاوته حلاوه. ايش تخوليو؟ بخير يا كوتش. يلا مش هتقوم؟ انا قايل ده انت اللي قاعد. اه ده حلاوه قوي.
طيب. خد حق الحريق. بدون يا كوتش. الباقي تمن توصيل خوليو. بس ده كتير. ولا كتير ولا حاجة، أنت عايز تلاتة عشان تعرفوا تشيلوا مربع. السير بس ما تقتلوش، انا هخلص عليه بمزاجي. مش مرجاله برضه. انت هتخطب، روح لحالك. روح كده كرمش السويتر. خلص عليهم يا ولد، خلص عليهم. هم الجيش دول Thank you.
شكل غيرك. ما يغرق، هو بتاع ابونا. امال بتاع مين؟ واحد كالعرقي حرقت قلبه عليه. ايه ده؟ كده تحرق قلبي انا. وده بقى بيشتغل بايه؟ بالكبريت؟ لا حلو. بركات الدمنهوري. مرزوق. الدمنهوري برضه؟ لا الكوتش. اه. قول لي العالم دي كانت راقدين لك ليه؟ حرقت خمرت مش ريه. يا نهارك ابيض ليه؟ وزع عليها البوليس، خدت 3 سنين. مخدرات؟ لا شريط اسبراكس. انت بتبرشم يالا؟ ده اللي انا قلته للقاضي. قوم بينا. قوم. هنمشي في الشارع كده؟ لا خطوتين ونوصل بيتها. ده مش سبب كافي يخليك تجيلي في ساعة زي دي وانت لابس بالشكل ده. لو حد شافك من الجيران دلوقتي يقول عليا ايه؟ عمل ايه يا سعادة البيه؟ ملياش حد اشكيله غيرك انت يا سعادة البيه، بتتخرب. تستاهل تستاهل. 50 مرة قلت لك تلاقي الناس اللي تشتغل معاها، قلت لك ما تتصرفعش على الفلوس. حصل ولا ما حصلش؟ حصل يا سعادة البيه، وده في البيه دلوقتي يا سعادة البيه. اوكي ولاد السبعة منين دلوقتي؟ خلاص خلاص خلاص، ما ولادك ولا زفت. بكرة هبعت لك باكوين عشان خمر الزفت اللي اتحرقت بتاعتك دي، كفاية؟ ايه؟ ايوه يا حبيبتي ايوه. مش عارف انام، ممكن توطي صوتك شوية؟ حاضر حاضر يا حبيبتي. يلا يا سيدي دلوقتي اتفضل السعادة بقى اتفضل. طيب وهنعمل كيف؟ هتسيب مرزوق ده يا سعاده البيه من غير ما اخد طاري وبرد نار يا سعاده البيه؟ تفتكر اعمل لك ايه؟ امسك شومه واقف استناها على المصيف؟ لا يا سعاده البيه، بس كلمتين منك للبليص يرجعوه تاني في السجن مطرح مكاني يا سعاده البيه. زهر جميل في عقلك. اتعودت بعد 25 سنه محاماه نقد وابرام اوسخ نفسي مع اشكال بالشكل ده؟ طب وانا اجيب راسي كيف دلوقتي في المحل يا سعاده البيه؟ انا رحت خالص. انا معرفش معرفش مش شغلي. واسمع يا مشري. عاوز تشتغل معايا لازم تستنى نضيف، اسمك يبقى زي البيرلانت. لو البوليس رجله جت على الخماره وعرف سكتك ما تدرنيش. فاهم؟ فاهم يا سعاده البيه، بس الولد دول حسن. امين بقول لك ايه؟ مش عارف انام. اتفضل اتفضل دلوقتي يا اخويا اتفضل. يا سعاده البيه شوف دي على مقاسك. ما عندكش حاجة تتاكل؟ العافية يا سي بركات. الله ده انت عندك ناس غرب. ما غريبة الا الشيطان. ده صاحبي يا بت. ازيك يا نعيم، عايز حاجة؟ الباشا حسان بعت لك مرسال مرتين انك لازم ضروري ضروري تروح له. طيب الصباح رباح. لا ده المرسال اكد لازما حتما تعدي عليه الليل. هعدي عليه فين؟ زمان المعرض قافل. ما هو سايب لك خبر تعدي عليه في العوامه. طيب طيب. وبعدين؟ انا حمزه هتروح له. مولا طيب يلا. ما عندكش حاجه تتاكل؟ نوصل مشوار وبعدين ناكل وبلاش قله ادب. ماشي. استبينا يا بركات. استبينا يا باشا. بس خلي بالك الاوراق المره دي كلها هتكون باسمك. اسمي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. انا ليا نظريه في كده يا بركات، عايز اكبرك وهو كله بسبيل الله. ولا انت مش قدها؟ قدها وقدود يا باشا. بس هنرجع لبسبس تاني بلاش منها. قصدي حسنت يا باشا. لا اله الا الله محمد رسول الله. 105 10 بتخليك حلو. ما اقل من كده ابقى ماسخ. قلت ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. 3 الاول والسبعة بعد التسجيل. ماشي ايدك. مش اللي المفاتيح يا حلو. مرزوقة زوكة تعرف تركب؟ اركب ايه؟ اركب بس دي. اه ايه هتغرقها يا رخرة؟ سلفني العربية دي شوية اعمل بيها منظر. منظر؟ لا يا عم ايه ده؟ في امانة.
ايه هتوصلها؟ لا هبيعها. هتبيع الأمانة؟ أصلك ما أنتش فاهم، الباشا حسان عايز نبيع له العربية دي وهيدينا 10% والبيع هتتم باسمه. باسمك أنت ليه؟ أصله عايز يكبرني. كبرك ده إيه؟ حد بيكبر حد النهاردة؟ أنت بتشتغل اللي عنده من أمتى؟ أنا بشتغل معاه زهورات بالنقلة يعني لما يكتر الشغل. بقول لك إيه؟ الحكاية دي فيها إنة. إيه؟ فيها إنة. والعمل صح. أنا واقع من جوع ولازم آكل عشان أعرف أشغل الجمجمة. هأكلك أحلى طبق كشري. كشري. لا 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 بلاش شط، دي ملهلبة أوي. حط صبعك فيها وهي تبرد. هي يا معلمة. الشط خفيف. ماشي. ثلاثة دوبل صلصة زيادة. بس خلص. طب ما تحطي له شوية ماشي. جرايه يا سيد. ما تقف قوي وتتكلم عادي لما انا مستني لما واحده زيك تعدين. انا لا زي ولا قد قد ولا يملى عيني حد يا خفيف. بأمرت ايه؟ بأمرت ما هصيح دمك السعادي. مرزوق فيها يا بطل؟ اسال بسلام. مالك انا عملت لها حاجه؟ انا بضحك مع بلدينا. ما فيهاش حاجه يا معلمه، الراجل بيضحك معاك. ده محل اكل عيش يا ابن والدي، واللي عايز يقرق يبقى يروح القراجوز. حقك عليا يا بطل، ما تزعليش. ماشي، عشان خاطرك انت بس يا اسطى بركات. انما عليا النعمه لو عملتها تاني. هتعمل ايه؟ خلاص بقى يا صاحبي. مش هناكل ولا ايه؟ هناكل. اتنين كشري دوبل. بس كتر الناس. بيقرق معاك الراجل مش كده؟ ماشي يا اسطى. دليا. نعملها معاك. هتبص تعمل القهوه يلا. من عينيا يا ست كل. سليمة الحمد لله. أنا عارف بيجوا كده إيه؟ مش رايح من الشارع في ناس؟ ناس مين يا عامد؟ دول فاكريننا فراخ. مين الحمار ده؟ ده الكنج يا سيدي. كنج سايز؟ ده الجيار ملك السوق. إلهي ربنا يهده. اتفضل امسك يا اسطى. شكارها حلو. ما قلتليش إيه رأيك؟ صعب. صعب. أنا مش بتكلم على الكشري. ولا أنا. هنعمل إيه في حكاية العربية؟ سيب الموضوع ده عليا انا، ما تشغلش دماغك. ماشي ماشي يا صاحبي. ايه ايه رايك بالصلاه على جمال النبي؟ عاملك ايه دي بشوكها يابا؟ دي بنت بنوت. هم كلهم بيقولوا كده وبعدين يطلعوا في الاخر قلبين العداد. الظاهر الحاج مش جاهز. يلا بينا. يلا. مش جاهز ده ايه؟ ورحمه والديك ان كانوا عايشين ولا ميتين، انا عندي كفاءه اشتري القلعه بحالها، بس الحكومه توافق. اكلم هالة. يمين الحكومة. يا اخوانا احنا بنتكلم في العربية. عاوز كام بالصلاة على النبي؟ هي صورة ما قلنا لك. كلمة البيع والشير 16 12. اوه يلا يا عم ما تجيبش 8. يلا يابا. ونص. يا عم انت بتتدلع، انت عايز تشتري القلعة. يلا يابا. 15 حلو. يلا بخسارة. يلا بخسارة زي بعض. انت العقل معايا يا جدع. خلاص بقى. ورحمة والديك ان كانوا عايشين ولا ميتين، ما تكسر كلام صاحبك. قلت ايه؟ على البركة. أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. الباقي منسجل. هات خمسة وخلي اتنين عند التسجيل. أعيش وكده كويس. خد فلوسك يا حاج. خلاص مش فاضل منها. خلاص خلاص أهو باك أهو. خليهم اتنين. اتنين. اتنين حلوة يا حاج خلاص. وإيه ده اللي حلو؟ ورحمة والديك إذا كانوا حيين ولا ميتين، ما أنت بترجع كلمة صاحبي. خلاص يا حاج الراجل حلف. ما صح ده ما يحلف يا اخي. الله يعني عايزه يطلق. هو حلف بالطلاق؟ مش لسه حلف بالطلاق يا جدعان. خلاص خلاص ادي باك اهو كمان كده يبقى وصلك 10. صلي على النبي. اسم المشتري. الحجاع على ابو السيد ابن الحجاع علي. الحجاع على ابو السيد ابن الحجاع علي.
بطاقه شخصيه ولا عائليه؟ شخصيه. خلاص احنا مصدقينك من غير ما تطلع ولنا بيانات بس. القصيرين. هما مين دول؟ البطاقه طالعه من القصيرين. القصيرين. نمرتها كام يا حاج؟ 15398. 398. اسم البائع حسين الاشول الشهير بسونه. نمرة البطاقة كام يا سونة؟ 50-60-70. 50-60-70. 80-80. 5. حلو قوي، بالصلاة على النبي كده. ماشي. قد تم الاتفاق على مبلغ 15,000 جنيه. امدح حد. يبارك لنا في البركة. ربنا يكرمك يا رب. النبي انت ابن حلال. امدي يا اشول. امدي يا اشول. والنبي ابن حلال. امدي يا اشول. هنا يا اشول. الأشول. مبروك يا حاج. ده نصيبك يا صاحبي. خد دول. بتوع ايه دول؟ حق النوم والقميص. عيب يا جدع، انت صاحبي. صاحبي وصاحبك هناك على القهوة. على كده انت مالكش صاحب؟ ليه؟ مين؟ صاحبي دراعي وعم قرشي. سلام. مش هشوفك تاني؟ بيصير حي. لا. سلام. سلام يا صاحبي. السجن انا قلبتها الكنده، وبعدين كلهم حبايبك يعني ابناء الرب. طب خد. ايه ده؟ لحمه يا حبيبتي. ثانيه واحده اسلقها. تسلق ايه؟ وتحكها في العالم ده كله؟ دي ما تكفيش كل واحد شامه. وماله؟ ما هي تصبيله برضه. ولا اسفلجي ولا انا. انت خليها له، مش هتكفي. انا هعشيت بره. ماله؟ ما هي حتة لحمة هنية تكفي 100. ولا اسفلجي يا ابني، انت مش هتكفي. معلش يا كوتش برضه يعني. ولا قال لي كوتش. ادينا سلام. ازيك يا اسفلجي؟ الله يخليك. الحمد لله. خد يلا شوح اللحمة دي وقسمها عليكم، ولا اقول لك اسلقها واعمل على مرقتها فتة؟ ماشي. شيل منابع يلا. بالعينيا. خد دول. ايه ساسات؟ هحكي لك واحنا بتعشي. اما في واحد بتاع كباب وكفتة. كبابي انا هاكلك اكله هتعلب بيها العمر كله. ايه؟ هتاكلني لحمه راس؟ انا هاكلك احلى طبق كشري كلته في حياتك. اقف طابور. اقف يالا. بص لي يا حاج في وشوش العيال دي كده، يمكن تعرف حد منهم. ماشي. اهو يا بيه، هو ده. طلعوه. اللي بعد. ايوه ده. ازاي يا جدع؟ الله العظيم ما لكش حق. ازاي؟
خد الاثنين دول على فوق. بتضحك على ايه؟ اصلي بصراحه شكيت انك انت تكون اللي بلغت عني. انا مش عيب يا صاحبي؟ اسمك يا لك بركات. حسن لاش ولا سعاده البيت؟ وبعدين معاك يا حاج بركات. بطايقكم. مين فيكم الاشول؟ ده هو سعاده البيت. بركات. وبعدين يا حاج ممكن تسكت يا حاج عشان اشوف شغلي؟ شهرتك ايه يا بركات؟ بركوت. نعم اخويا. صحابي هم اللي بيقولوا لي كده. صح صح يا بيه، انا شفت مره واحد في الشارع قال له قال له بركوت. انت بقى الاسود ها؟ لا بيه مش ده، ده هو بركات. وبعدين معاك يا راجل انت؟ ما تهمك شويه، اسكت. حاضر. اهو. انت الاسود؟ لا يا باشا، انا الكوتش. فين فلوس يا انت بابا؟ فلوس ايه يا باشا؟ اللي خدتوها من الراجل ده. ما انت عيال. انا اول مره اشوف. وين؟ ومقام سيدي الحلي عمري ما شفته. سيدك مين؟ الحلي. مثبت العقل والدين يا رب. انت يا ابني مش قابض مني حصر بواكي بايدك اللي تستاهل قطعها دي. انت يا راجل متخلف، ايه اللي متعبينه ده؟ لا مؤاخذه يا سعاده البيه، ما حاجه تخلي الواحد يخرج عن شعوره. بقول لك ايه؟ لم نفسك شويه واقعد ساكت، فاهم؟ يعني اشوف حق بيضيع قدام عيني واقف اتفرج؟ انت هتسكت ولا احبسك؟ اهو بلعت بلغه في حنك وسكت اهو. يعني ما بعتلوش العربيه؟ ما حصلش، ومستعد احلف على مصحف. قالوا للحرام احلف. يعني مفيش فايده معاك يا راجل انت؟ ما تقعد ساكت. الراجل ده بيتهمكم انكم خدتوا منه 10,000 جنيه وبعتوا له عربيه مالهاش دوسيه. حصل الكلام ده ولا لا؟ دي منظر ناس معاها 10,000 مليم يا باشا. ده احنا شحاتين بيه. انت سواب يالا؟ نعم يا باشا. رد على البيت. ماشي. 7-1 يا باشا. هجام. لا سعاده الباشا ومقام سيدي الحلي. امال اتخذت في ايه؟ بابيض يا باشا. الله. لا بيه تعاطي وادمان، لكن ربنا تاب عليا منهم الحمد لله. وانت بركوت يا ترى اتخذت باصفر ولا باخضر؟ انا ماليش سوابق. وديت فلوس الراجل ده فين؟ يا سعاده الباشا احنا شقيانين، وانا متراقب وعليا مصاريف، يا دوب يفضل ساعتين في النهار بشتغل فيهم مع الوسطى تباع عشان اجيب حق اللقمه والدخان، وادي دفتر مراقبه يا باشا. سيادتك ممكن تتاكد من عدد الساعات اللي انا بقضيها في القسم. اتفضل سعاده. خدهم يا امين. يفرج عنهم بضمان سكنهم وتحجز السيارة. ربنا يخليك لينا يا سعادة الباشا. يا بيه، أنت هتسيبهم يمشوا؟ مفيش دليل ضدهم يا حاج. وكلامي يا بيه؟ كلامك مش دليل. يعني إيه؟ راحوا عليا العشر بواقف عربية مسروقة. ما قلنا لك مش مسروقة، عربية مالهاش دوسيه. يعني انضحك عليا. تقريبا. والقانون لا يحمي المغفلين. لا بقى، لا عاش ولا كان اللي يضحك عليا، ودين الأبخال عليا. صل على النبي يا ابني. لا اله الا الله. ما باله انا عايز معذور. معذور يا باشا. تعالى انت اهو. ماشي. ده ايه شقيان تعبان ده؟ ده حرام كتير ضحكوا عليه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. خد. لا اله الا الله، ده حرام كتير. والنبي انت ابن حلال، ربنا يسترها معاك يا شيخ. بركات الدم نهوري. اخد طعمي. يلا. تعيش
تعمل ايه؟ سيبنا خلاص على وش المصايب ده. انت هتحط في نافوخه جد؟ وانا عاد فيها نافوخ. انا خلاص ده الحكومه خدتك بسببه يا كوتش. والله ما انا عاد بس يالا لا تديك في وشك. سيبه زوكا سيبه. الراجل ما غلطش. بس صدقني يا خوليو انا ما كنتش اعرف العربيه دي مسروقه. العربيه دي مش مسروقه، دي مدفونه. يعني يعني دخل السينا متهربه واتدفنت وبعدين طلع. اما انا طلعت قفص بشكل. ها وعرفتها لوحدك؟ يلا بينا بركات. على فين يا صاحبي؟ احنا مش كلنا علقه؟ يبقى لازم ناخد حقها ولا ايه؟ تمام يا صاحبي. طرحوله. لو دفع يا دار ما دخلك شر، ما دفعش تبرطسوا الكمبيالات في البنك وتسحبوا العربيه، واذا اتلمد تضربوه. مفهوم؟ اللي دخلك هنا يا بركات بره بره، طلعهم بره. ايه الشغل العصبجيه ده؟ انتوا فاكرين البلد ما فيهاش قانون؟ انا هبلغ البوليس. ايه يا بركات؟ كنت عاوزني بحاجه؟ عايز حقي؟ لا اله الا الله. هو كلام عيال ولا ايه؟ ما احنا اتفقنا اول العربيه ما تتسجل هيحصل. العربيه مش هتتسجل. وانت ايه دخلك انت؟ الله شريك يا جدع. هو الراجل اللي اشترى عربيه رجع في كلامه؟ ما رجعش. العربيه ما لهاش دوسيه. سقطت ايده يا باشا، ما انت عارف. انا ما اقبلش ان حد يشكك في ذمتي. ما تزعقش قوي كده لو طق لك عرق. انا بكلم بركات، انت دخلك ايه؟ هو مش قال لك شريكه؟ انت بتنسى بسرعه ليه؟ والنبي ما تزعل نفسك يا صاحبي. بينسى. معلش. انتوا عاوزين ايه بالظبط؟ حقنا. انت ليك عندي 700 جنيه. ادي باكو. وورينا عرض كتافك. لا اله الا الله. عايز ايه تاني؟ حقي. نعم. ما تنضف ودانك امال يا باشا. انا كلمتي اقولها مره واحده. عايز حق ايه؟ اقسم مع زميلك. انا عايز حق العربيه. نعم. 10,000 جنيه. جنيه ينطع جنيه. هقاو اما تشوف حلمة ودنك. ولع على صاحبي. الله انت غيرت سجايرك؟ طول عمري بشربه. ايه ده؟ ايه ده يا مجنون؟ ده صباع محشي بس ينسف قبل المقطم. طب ما انتوا هتموتوا معايا. يلا يا راجل خليها يموت. والله العيشه بقت مره. لا ورانا حاجه، لا عيل ولا تايل. وبعدين عايز اقول لك حاجه، يا نعيش عيشه فل يا نموت احنا الكل. طب طب الفلوس كلها هي. كفاية بقى، كفاية أرجوك. آه يا أولاد الكلب. يلا خلو قسم. لا ده بالناس حتى الله ما بيننا وما بينه. ليه مولانا؟ قال الناس كان ناس يا صاحبي. معلش ما تاخذنيش. يلا خوليو. فلوسك مظبوطه يا حاج؟ على داير مليه. يعني ما انت زعلان؟ ورحمه والديك ميتين او صحيين ما في نفسي اي شيء. صافي يا لبن. حليب يا قشطه. هذه الحلاوه بقى يا حاج. من عناي حالا نجيب السائع. ساعة؟ ساعة ايه؟ الحلاوة 10% زي الحكومة ما بتقول، وعلشان انت قطاع خاص هناخد 15%. نعم روح امك. ايه؟ تغلط في امي ليه؟ مش عارف تبقى راجل كبير وتغلط في امي؟ ايه رأيك بقى هنخليهم 20%، ولو زودت هيبقوا 25%. مش كده بركوتة؟ تمام يا صاحبي. على البركة. يا
قليل الادب. من كتر الكشري اللي بتاكلهولي متهيألي ان معدتي تطلع لها جب. طب حليلك بقك ببسبوسه. لا انا عايز احلي بعضة لحمه. مالك يا بركات؟ مدلدل ليه؟ الباشا حسان يا سيدي منبه على كل اصحاب العربيات محدش فيهم راكبنا عربيته. هو يعني كلامه ماشي على كل العالم دي؟ زي السيف ده الباشا يا صاحبي. وهتعمل ايه؟ مش عارف. ما تشوف لك شغلانه تانية. واعرف حاجه تانية غير السواقه؟ ده انا مولود في عربيه. هتعمل لي فيها سواق نص الليل؟ خوليو انا مش ناقصك. العربيه دي بتاعت مين؟ بتاعتك العربية دي؟ اه ليه؟ تبيعيها؟ لا. لا ليه؟ اصلا من ريحة المرحوم. جوزك؟ قال اللي ما يشوفش من الغربان يبقى أعمى. وهي لو كانت متجوزة، إيه اللي هيوقفها في وسط السوق؟ يشاركنا فيها؟ أنت باين عليك سايق. دي خردة هتعمل بيها إيه؟ لمسة واحدة من إيدي أخليها لك عروسة. ليه؟ سحار؟ لا، دكتور ميكانيكي. دي يلزمها شغل كتير. الشغل علينا والسواقه كمان علينا. قلت ايه؟ قالت بخ يا جاري اكلف يا سيدي. نقرا الفاتحه. ايه؟ نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه. ما بتقراش ليه؟ انت هتصلح وهو هيسوق وهي هتقبض. طب انا بقى هعمل ايه؟ دول 200 جنيه اللي اشتبلوه العربية. ماشي. مين دول؟ دول سماسرة الطريق. وال 200 جنيه اللي خدوهم دول؟ فردة؟ يعني. ليه؟ أنا دافع حاجة من جيبي، 100 من المزارع و100 من معلم بلاسي. كل حمولة ياخدوا المبلغ ده؟ كل عربية بطيخ تعدي لازم تدفع لهم. واللي ما يدفعش؟ ما يوصلش. على كده العالم دي تعمل لها تلات أربع بواكي في اليوم. أرزاق يا صاحبي. دول بيكسبوا أكتر من تجار المخدرات. ان شاء الله بمية. انت دافع حاجة من جيب ابوك؟ ده احنا طمعانين في كرمك يا معلم. ليه يا اخويا عدم المؤاخذة؟ فتح حشون اجتماعية ولا الوفاء والامل يا روح امك؟ ده احنا عشمنا فيك يا معلم تنزل السعر شوية عشان ناكل عيش. كل يا اخويا بس ما تحفش. ده احنا ما نصدق نلم اللي دفعناه. دي سبوبة تخسر ما تكسب. شوف يا حبيبي عدم المؤاخذة اللي ما معهوش ما يلزموش. الكلام اخده عطا يا معلم. عدم المؤاخذة عايز ايه؟ تريحنا في السعر شوية يا معلم. ماشي. قلطة. نعم يا معلمي. شيل اليافطة دي قلطة وحط يافطة غيرها عشان خاطر الحبايب. بكام يا معلم؟
الحبايه ب 4 جنيه بالصلاه على النبي ومشي المزيد. 4 جنيه 4 جنيه لوكاسيون. بقول لك ايه؟ هي حمولة العربية كام بطيخة؟ 2000 ليه؟ 2000 في 4 ب 8000 جنيه مش كده؟ تمام يا صاحبي. يلا بينا. 4 جنيه 4 جنيه يلا لوكاسيون. ده نصيبك يا بطة وده نصيبك يا زوكة وده نصيبك. الفلوس دي مش هتتقسم ليه بقى؟ ان شاء الله هنشغلها لحسابنا. حسابنا في ايه؟ في البطيخ. بس ده مش كارما يا زوكة. بتفهم في الطب؟ ها؟ ليه؟ عشان نفتح مستشفى ولادة. يا عم قول لنا هنجيب منين الرسمال؟ الفلوس اللي معانا بكام؟ دي ما تكفيش غير نعمل جرجير وكرات. ما كفتش نبقى ناخد بالتقسيط. طب مين بقى اللي هيضمن عند المزارعين؟ اسم الحاج رضوان. يطلع مين الحاج رضوان ده؟ ابويا. ما كانش يتعزي يا بنتي. ما انت عارف ان انا مستلف 10 بواكي من البلاء سيه بضمان المحصول وما اقدرش افرط في حبايه واحده. كان عشا من ربنا وفيك كبير يا حاج ابو نعيم. معلش. شوفي يا غالي يا بنت الغالي، انا حاطط حمولتين على جنب من ورا البلاقسي، خديهم. ربنا يخليك لينا يا ابو الحاج. ايوه بس دول مش كفايه يا حاج. معلش يا ابو الحاج، اصلهم شركاتي وعشمانين فيه. وماله؟ بعد الغدي نقوم نمر على حبايبنا وجيراني ونشوف عندهم حموله ولا اتنين، واول مره تفوتي على النعايمي وعرب السد واجهور. هم كانوا حبايب المرحوم والدك ويتمنوا يخدموكي. ايوه بس بصراحه يا حاج الفلوس مقصره معانا شويه. يا ريت يا ابو الحاج تضمننا عندهم، وانا مستعديه اكتب لهم الكمبيالات. اقصى عليكي. مش عيب بنت الحاج رضوان تشتبني في ضهري وتقولي الكلام ده. ده والدك الله يرحمه كان كل زرعه يرمي 5-6 آلاف جنيه، لا يخلينا نكتب وصل ولا ياخد قرش واحد فايده. يلا يلا خش مع الحريم حضري لنا لقمه ناكلها. مصر الطريق. يعني ايه بقى؟ ما تشغليش بالك. بركاته جاهز يا صاحبي. مع الماء ابيض بالصلاه على النبي. شخل معيش يا خليل. ما تعطلناش يا بلدينا، شخل لجيبك. جيبي مخروط. ده باين عليك جديد في الخط. جديد ولا قديم؟ احنا هنناسبه. اسمع بلدينا، هتدفع المعلوم هخليك تعدي. هو انا هعدي القناه عشان ادفع؟ الله، ده باين عليك غلباوي وكتير الكلام. فرج العربيه بالهداوه بس يا معلم. تعالى بس، عايز كام؟ 200 جنيه. تعالى لحدهم لك. تعال. معكش ولعه؟ معايا. خليو لو ما تيجي راحت بدع على رقبتك، فاهم؟ حاضر يا كوتش. حاضر. Thank you.
بركات بلاش الدم. عشان خاطري بلاش يا بركات. خوليو. نعم ايه؟ هات حبل قربة الرجالة. بركاتة. اوصل لابو نعيم. خليه يجيب العمدة والغفر ويتكلم المركز. انا هجيب لهم الحكومة كلها. تبنا يا بلدينا. صلاح النوبة. عشان خاطر الست. طب شخلل. نعم. شخلل جيوبك عشان تعدي. ما هو. خوليو. قلبهم. طلع كل اللي معاهم. وعلى اقل من مهلك. معلم. كده بيوتنا هتتخرب ومحلاتنا هتتقفل. وبدينا 100 بطيخه بساعه امبارح. يفتح الله. طب خليهم 50 يا معلم. الله. انتوا هتقلبوا دماغي ليه؟ ما السوق قدامكم التجار كتير ولا مفيش غير يعني؟ هو في حد من التجار يقدر يكسر تسعيرتك يا سيدي المعلمين؟ جدع يالا. ولما انتوا عارفين كده بتضيعوا وقتكم وتوجعوا دماغي معاكم. ملناش بركة إلا أنت يا معلم. خلاص. عدم المؤاخذة الحباية بخمسة جنيه. ده كده كتير يا معلم. الزبون مش هيدفع ما دام الحكومة سعرته. خلاص يا حبيبي. روح اشتري من الحكومة. صلي على رسول الله. عليه الصلاة والسلام. خد فكرة واشتري بطيخة لبكرة. باتنين ونص. تعالى بص. باتنين ونص. يلا بينا يا علي. يلا بينا يا معلم. تعال بص اتنين ونص. تعال بص اتنين ونص. تعال بص اتنين ونص. اديله 100 150 اتنين ونص. اديله قوم العربيه اللي بالسعاده اتنين ونص. قول لاخور مية وخمسين. مية وخمسين اتنين ونص. وتعالى وبص اتنين ونص. وبص يا صاحبي. واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية عشر 13 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 ابوك يا روح امك. بس يا جدع انت اهو. ايه يا معلم بلاس؟ دول عيال مرازيه عايزين يبيعوا في السوق ما معهمش ترخيص. ولو سبناها مفتوحه عدم المؤاخذه على البحري هتبقى سويق. معاكم ترخيص؟ ايوه يا بيه اهو. مين فيكم رضوان؟ ده ابويا سعاده البيت والبضاعه دي بتاعتنا. ما الترخيص سليم اهو يا معلم. امال ايه الحكايه؟ انا واقع في عرضك. انا في عرضك يا سعاده الباشا. احمينا من الراجل ده عامل معروف بقى. في ايه؟ اتكلم. عايزنا نبيع له حموله العربيه عشان هو يبيعها في السوق السوداء. انا؟ ايوه انت. واحنا بصراحه مش عايزين نبيعها له. انا شفت بينا رمي جتة بيه؟ جتة يا ابني. الله الله الله. عيني في عرضك يا حكومه. في عرضك. في عرضك يا باشا. في عرضك يا سعاده الباشا. في عرضك. احترم نفسك. حوط العربيه لحد ما يخلصوا بيع. واي حد يتعرض لهم اي حد خدوا على النقطه. اه يا فندم. ربنا يخليك يا باشا. ربنا يخليك. كل واحد على حال سبيله. يلا يلا يلا. اتنين ونص. وتعالى بص اتنين ونص. تعالى بص اتنين ونص. تعالى بص تعالى بص. طب اتنين وبس. اتنين وبس. ليه بقى يا صاحبي؟ يلا خلي الفقير ياكل. اتنين وبس. جرى يا باشا؟ انت سبت كار العربيات ولا ايه؟ لا اله الا الله يا معلم.
من ساب كارو اتقل مقداره. الله، امال عدم المؤاخذة بتحاربنا في رزقنا ليه؟ معقولة يا معلم؟ ده احنا بنكمل بعض، انت تبيع الفاكهة وانا اشيلها لك. الله، امال الواد اللي شغال عندك عرفنا في السوق ليه؟ واد مين يا معلم؟ اللي اسمه بركات. هو فين الكلب ده؟ اشوفه عشان اقطعه بسناني واشرب من دمه. ليه؟ عمل فيك ايه عدم المؤاخذة؟ ناسع مني 10 بواكي هو الواد صح. معقولة دي؟ حد يلسع من الباشا بريزة؟ وده اللي حصل لما برج من نفوخي حيشت. الله، يعني دي مش أول عملية يعملوها العيال دول؟ أكيد مسنودين. هيكون مسنودين من مين يعني؟ هيكون من غيره. قصدك الملك؟ انتوا جننتوا ولا ايه؟ الكينج لما يحب يلعب ما يلعبش بشوية عيال زي دول. أمال عدم المؤاخذة سايبينهم طايحين في السوق ليه؟ نعم أخويا، وأنت إزاي سايبهم بيلعبوا في السوق من غير ما تمنحهم ولا على الأقل حتى تدينا خبر؟ أيوة، ما هو لا إله إلا الله، ما قلت لك إن الملك ما يعرفش الولدين دول وكان لازم نديله خبر. وأنت ما بلغتوش ليه على العشر بكاوي اللي لسعوهم منك؟ عشر بكاوي؟ طلعوا مين الولدين دول؟ واحد اسمه بركات والتاني اسمه مرزوق. مرزوق؟ مرزوق ده اللي حرق الخمارة بتاعت مشري؟ ازاي ما مش مكسوفين من نفسيكم؟ عيالين ما يسووش نكلة يلعبوا بيكم بالشكل ده؟ من مصلحتكم يا بهوات ان الكينج ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده، وإلا هيكون موقفكم زي الزفت. ده احنا افتكرناهم من رجالة الكينج. المأشفين دول استحالة طبعا. يعني عدم المؤاخذة نشوف لنا صرفة معاهم؟ لسه بتسأل يا بلاقسي؟ ليلتك سعيدة. مع السلامة، اتفضلوا. الو، انا امين يا كينج. سمعت سيادتك اللي حصل في السوق؟ اي خدمة. اهلا يا معلمين، افتحوا الطريق. مش لزوم يا معلم. هاي الشاي والدخان، امسك. خيرك سابق. امسك لا اديك في وشك. ماشي. افتح الطريق منك له. طريق السلامة. طب ليه؟ بمزاجي. طب ما وسعونا من غير ما ندفع. ابص لقدام. Thank you.
باشا؟ طيب انا حصل أرضى 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 انت على أرضى. يا معلم جاهز الرجال؟ حاضر يا معلم. سيل تتهموا مين بحرق العربية؟ ربنا هو المطلع يا سعادة الباشا. يعني ما انتش عارف مين اللي حرقها؟ احنا لو نعرف نقول يا سعادة الباشا. مش كده بركات؟ كده يا صاحبي. مش كده بطل؟ يعني ما بترديش يا بطل. على ايه بيه؟ مين اللي حرق العربية؟ معرفش يا بيه. يقفل المحضر في تاريخه ويقيد الحادث ضد مجهول. السلام عليكم. منين يا عم دور شارع وانت كده بتصلي على جمال النبي؟ حاضر. يلا يا عم. ها
عربيات الباشا دي هو في نقل النهارده؟ معرفش والله. طب يلا بينا نشوف في ايه. السوق لازم يكون راجل، والراجل ما يسيبش نفسه للعيال تلعب بيه. احنا طول عمرنا رجاله يا ملك. بأماره ايه؟ ما تاخد من مخازنك شحنه التفاح يا بلاقسي، ولا عربيتين النقل اللي خدوهم العيال وفكوهم وبقاهم خدك وكلت البلح. هي دي الرجوله يا رجاله؟ ما هو عدم المؤاخذه خدونا على اخوانا يا ملك. كنتوا فين؟ نايمين على بنك وانتوا ورجالتكم؟ لا اله الا الله، دي أول غلطة يا كينج. كل نهاية ولها بداية يا باشا. ما هو عمره ملوش سعادة. أمين؟ أيوة كينج. هات لي العيلين دول من تحت تقطيع الارض. السلام يا رجاله،
ده انا دايل حديكوا. ايه اللي حدفك علينا؟ فعل خير. مأمرة ايه؟ صدقني انا افتكر لك يا بصله وكل عبده بدمعه. حلوه صاحبي. وراس ابويا يعني غرضي مصلحتكم. خلصت جاي ليه؟ امين بيع بعتني عشان بيبيع ايه ده؟ واه ده فوكاته كبير ومتصيط ودراع الملك اليمين وكلمته تسوق لوف. ما يدخلش لذمتنا مليم يا اخوانا، ده راجل زين ومستنظركم. بقول لك ايه، اللي عايزنا يجينا. صدقني انت وهو ده قاعد مستنظركم. ايه خلاص انت، انا جيت لك بنفسي يا اكسلانس. عايز ايه؟ أنا اللي عايز، الكينج هو اللي عايز. وادي الكارت بالعنوان. راسي تعبان. ما هو اللي عايزنا يجينا. الكينج مستنيكوا في الفيلا بعد ساعة. نصيحة أخوية، اوعوا تتأخروا على الكينج. ده ميه من تحت تبن، ده اللي قتل ابويا. قعد يتودد له لحد ما امنه وراح نادى على دعته، قلبه ما استحملش الحسره مات. ما تروحوش عشان خاطري، ما تروحوش. بس مش زينا يا صاحبي. لا زينا، بس عرفوا السكه منين. اهلا وسهلا، جاست اون تايم. ايه يعني ميعادكم مظبوط، اتفضلوا. اهلا، اهو مرزوق اللي قلت لك عليه. نارو ابيض قشطه. اهلا حبيبي. ربنا يكرمك، طول عمرك ذوق والله العظيم. جيجي افندم. يا ملك حضر لهم كاسين. حاضر. على فكره انتوا مديونين لي. ليه بالصلاه على النبي، احنا لسه شربنا حاجه؟ العربيتين بتوع الباشا حسان اللي سرقتوهم وبعتهم خرده في وكاله البلح. انت بعت حاجه يا صاحبي؟ ومقام سيد الهلول، انا لو كنت شفتهم كنت ادفعهم. لا غير البضاعة اللي سرقتوها من مخازن البلاسي قبل ما تحرقوه. الله، طب انت مالك ومالهم عمنا؟ بتاعتي. نعم يا اخويا. الله، انت سامع اللي انا سامعه وبركتك؟ انا مش فاهم حاجه. ولا انا يا صاحبي. الوكاله والاجنس والجراج والمخازن كل دول بتوعي انا، والفلوس فلوسي انا. على كده الباشا حسان والبلاسي دول فاترينا. بالظبط. عرفتوا بقى انكم مديونين لي؟ قوم بينا يابا، ده الداخل هنا مفقود والخارج مديون. استنى يا مرزوق، انا مش هاخد منك حاجه. انا هديكم. هتدينا ايه؟ الوكاله والاجنس والمخازن كل دول هيبقوا باسمكم. قصاد ايه؟ 10% من الربح عشانكم. والباقي؟ الباقي للكينج طبعا. اتفضلوا. انا بشرب مفتوح. وانا بشرب معسل. دي فرصه العمر. بالنسبه لمين يا شاب؟ ليكوا طبعا. ليه؟ حد يشتغل مع الكينج ويقول ليه؟ ليه؟ انا قلت اللي عندي، قولوا اللي عندكم. هما اللي قبلنا كانوا بياخدوا النسبه دي. ايوه. موافقين؟ النسبة دي ما تنفعناش. عايزين كام؟
50-50 20 40 30 اخر كلمه والمهله 5 ثواني. هات العقود عشان نمضيها دلوقتي. امسح العربية مسحة كويسة، أنا عايزها مراية تشوف فيها وشك. أيوة بركاتة، أنا الفلوس عندي جاهزة، أنت عملت إيه؟ المحامي جهز العقود وناقص على الإمضاء. تعدي عليا ولا عدي عليك؟ إيه؟ نتقابل هناك يا صاحبي. سلام. مش كفايه بصل برضه لحسن؟ تعبنا ولا ايه؟ لا مؤاخذه يا بهوات، نسيت، اصل اللي اتعود على ريحه الكولونيا تتعبه ريحه البصل. الله، ايه الكلام اللي ملوش طعم ده؟ عندك حق، ما هو اللي عيني عيني. وهو معقول نقل عليك انت يا بطل؟ واشمعنى يعني انا اللي خططولي؟ لانك مننا وراسك براسك. جاب لي جاب يا بهوات. الله، امال احنا بنعمل ده عشان مين يعني؟ عشان نفسكم. ما تغيرش. وعشان انا؟ ايوه انت. انت ناسي انك انت شركتنا؟ بأمارة ايه؟ بأمارة الفتح والعربيه والعيش والملح اللي كان ناس سوا. ولو انا لا يمكن اتعرف بدم ابويا واحط ايدي في ايد اللي قتله. ومين قال لك بس انك هتشتغلي مع الجيار؟ انت هتشتغلي معانا، هنعمل الشغل مع بعض. فين بقى يا اخويا؟ في الوكاله مكان البلاقسي ولا في ال الام اف بي؟ ده هو صراصير ده مرزوق. لا، ده مكتب استيراد وتصدير. الام اول حرف من مرزوق، والاف اول حرف من فضل، والبي بركات. انا هبقى مشغول في الوكاله وانا في الاجانس. لذلك قررنا انك انت تبقى المديره. لا ما ينفعش. هنعلمك. ما بتعلمش. شغال الجمجمه. هبوظ لك الدنيا. انا ما ينفعش. ايه يا كمان؟ مش فاهم يا اختي. ايه ده؟ ما طيب انا هوريك. ده مكتب بركات. وده مكتب زوكا. ده بقى مكتبك يا سيادة المدير. لازم نحلم بالحاجة عشان نحققها بفلوس الجيار. كل مليم هتصرف على المكتب ده من شقانا وعرقنا. ويلا بقى عشان خلو هيعدي عليك يوديك عند الكوافير. ليه؟ هنروح فرح؟ لا، حفلة عند الجيار. اجبل جيجي سكرتيرته. انا ادخل بيت الراجل اللي كان السبب في موت ابويا؟ ده لا يمكن ابدا. اللي عايز يحارب واحد لازم يعرف عنه كل حاجة عشان يعرف يضربه فين. كان على عيني. ماشي. ايه ده؟ الولاية الشروقة يا جدع، ده تموت فيها. اوعي تقربي ناحية النار. حلو يا صاحبي. لذيذ، يجنن. اديني تاني يا مرزوق بيه، برطشني. ابرطشك قوي قوي. وانا كمان. الله الله الله. يا عمرو. ايوه كده ما تشوفش. ايدي ايديلو. ايدي ايديلو. ايدي ايديلو. ايدي ايديلو. ايديلو. افتكر كفايه كده، شربت كتير قوي يا صفيه. بس يا امو، ما تضيعش البرتوشه من دماغي. برتوشه يا جدع، انت خليها مبسوطه. عارف طول ما تعوز تخليها مبسوطه اديها برتوشه. اديها برطوشة اتنين، ما تزودش عن تلاتة، انا اتبرطشك هي. ما تيجي تبرطش معانا. وقاحة وقلة أدب. خدها برطوشة. شوف الحواري. عبد برطوشة. اديله اديله اديله.
الله يا حبي الله. العيال دول زودوها قوي يا كينج، خلي الناس تتبسط. ابني احسن برضو عشان صحتك. جايب لي بيبي دول يا استاذ. لسه شوفك كنت لابساه. انت وقح بس لذيذ بجد لذيذ. تديني ايه؟ اقول لك وتديني ايه؟ اديك ايه؟ اديك عجوة. هاي المكسب هيبقى حوالي 100,000 جنيه. ايوه بس هنجيب 10 طن فراولة منين؟ هنجيبهم. هنجيبهم ازاي؟ بالعافية؟ لا مش بالعافية، بحاجة تانية. ها قلت ايه يا شوقي؟ دول كلهم 10 طن عمي. خلاص مش عايزه. قلت لك مش عايزه يا شوقي، واعمل حسابك بقى تبات الليله دي عند امك. ايوه يا ستي حاضر حاضر. يعني اقول لمرزوق بيه ان طلبه جاهز؟ ايوه حاضر حاضر. مع السلامه بقى عشان عندي اجتماع دلوقتي. ها مبسوط؟ حد يشوفك ويزعل؟ طب عمولتي فين بقى؟ عمولتك؟ عمولتك جاهزة. Thank you.
بيه. اهلا يا بركات، اتفضل. احسن اكون عطلت ولا حاجه؟ لا ابدا. مالك يا بركات؟ قلقان ليه؟ لا 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 مفيش. مفيش ازاي؟ ده انت من ساعه ما جيت وانت عمال تحرق. هتعملي فيها الشبه العافيه؟ روحي اعملي حاجه اشربها. شاي، حاجه ساعه، ينسون، حب، حصى. بصراحه بقى مفيش غير بني. خلاص اعملي قهوه على الريحه. على الريحه ولا تطريقه؟ خليهم الدنيا خالص. ماشي. اسف بركات، مالك؟ لا بس في مشكله عند واحد صاحبي. مرزوق؟ لا لا لا، واحد صاحبي تاني. مالك؟ يحب. دي تبقى مشكله؟ اصله مش عارف يقول اللي بيحبها انه بيحبها. ليه؟ ما بتسمعش؟ لا، ودانها سليمه وحلوه وطيبه وجدعه وبنت بلد واي راجل يتمناها. طب ما تقول لها هي الكلام ده. انا؟ لا قصدي صاحبك. يعني لو قال لها توافق؟ الست اللي تلاقي راجل يحبها وما تحطوش في عينيها وتغطيه برموشها تبقى عبيطه. يعني موافقه؟ احيانا جرايه يا خلو، في ايه؟ مفيش. انا بقول بقى نبدل القهوه ونجيب شربات. قلت ايه؟ حلو، جيت في وقتك يالا. عندي ليك خبر بمليون جنيه. انا اللي عندي ليك احلى خبر. ايه؟ ايه رايك يالا؟ حلوين قوي. ينفعوا الشبكه؟ ينفعوا؟ دول حتى كتير، ده انا ابويا شبك امي بقمع سكر. شبك امك مش شبك بطه. لو انت هتشبك بطه؟ اه. يعني دونا عن بنات الخال ما لقيتش غير بطه؟ ايه مالها؟ في حاجه تتعيب؟ الشهادة لله ما فيهاش حاجة تتعيب. امسك دي وتعالى ورايا. بلاش بلاش يا كوتش. بلاش ليه؟ اسمع كلامي، بلاش المشوار ده من اساسه. انت شارب حاجة قد ولا ضارب حاجة ولا عامل ايه؟ يلا بطة مش ليك يا مرزوق. بطة ما بتحبكش. تقول ايه يا بطة؟ ما بتحبكش يا كوتش. أنا مفيش مرة ما بتحبنيش. إلا بطة، دي الحقيقة يا كوتش، بطة بتحب واحد تاني. بتحب مين؟ أنت بتحب مين؟ بتحب مين يا بركات؟ بركات؟ دي مؤامرة. ده رابع عطا يضيع مني الشهر ده. مين الشركة اللي خدته؟ مين؟ الام اف بي؟ مين اصحابها دول؟ ايه؟ امين؟ هات لي مرزوق وبركات حالا. تحت امرك يا كينج. مليون ونص دولار. ما انت عارف يا كينج ان احنا ما بنشتغلش في العمله. انا مش عايزكم تشتروهم لي، انتوا هتدفعهم لي. انت مزنوق فيهم للدرجه دي يا كينج؟ لا ده حقي، مكسبي، نصيبي في عمليات التصدير اللي عملها مكتب الام اف بي. بس دول اللي مالكش فيهم يا كينج. كده اهو بالبساطه دي. انتوا ناسيين انكم برافان باترينا بتشتغل لحسابي؟ طبعا يا كينج، بس بالصلاه على النبي بقى، العمليه دي ما اتعملتش في الفارافان ولا في فاترينا، ده مكسبنا احنا مش كده يا صاحبي؟ الله 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 الله، والله النمل يطلع لسنان اهو. الله، وليه الغلط ده بقى؟ شوف يا عم، عشان لا تغلط فينا ولا نغلط فيك، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. يعني ايه؟ نفضها سير ونفض الشركه. امين، خد منهم مفاتيح الوكاله والاجانس. هو انت ما قلتلوش يا بركات؟ ما انا نسيت يا صاحبي. ليه كده؟ مش احنا بعناهم يا كينج؟ بعتوهم؟ لمين؟ الام اف بي طبعا. دي سرقه، نصب، احتيال. عيب يا كينج، احنا ما بنسرقش. امال ده اسمه ايه؟ تشغيل جمجمه. ومحامي شاطر. بقى كده. بس انا عايز افهمك حاجه.
هتضرب هنضرب، هتكسر هنكسر، هتحرق هنحرق، ومش برجالتنا، بايدينا. اما حته عشوه تجنن. ده احسن واحد بتاع لحمه راس في مصر. بس احنا طبقنا في الاكل جامد قوي يا كوتش. طب حس كده بقى لما تيجي نهضم. ماشي يا صاحبي. ماشي داي، انت ناسي ان ورانا شغل بكره. سامح بقى يا صاحبي، الحكومه امرت. تصبح على خير. وانت من اهل. صاحبي ما تيجي نهضم يا جدع. بلاش، احسن الحكومه تزعل. سلام يا صاحبي. مع السلامه بركات. سلام يا خوليو. مع الف سلامه. اطلع الطرب. ما تيجي نروح يا كوتش احسن. اطلع الطرب زي ما بقول لك. اطلع معاك يا كوتش. لا روح انت، بس عدى عليها بكره بدري. الدنيا بتمطر نسوان النهارده ولا ايه؟ انت مين يا عمر؟
بطل اللي جابك هنا وجيت هنا ازاي؟ بطل بركوتة، انت شفت ايه اللي حصل؟ روح يا كلب. مش فاهم حاجة، مش فاهم يا بركوتة. فاهم؟ الشرف فيه تفاهم يا كلب. بركات كله تمام يا ملك، ماشي يا كينج. فك دراع. امسك يا ولد. شمر مع الزفت اللي جوه لساك عمال يعافر جوه. تاني انت اديته كم حقنه يا دكتور؟ دي التانيه يا اخي، يا ريت تديله العلبه كلها وتخلصنا. لا لا لا، المكس اللي فيها كتير وممكن يموته. يا ريت يا بيه، نبقى ارتحنا منه هو كمان يرتاح. بس جابك هنا؟ انت بتعملي ايه هنا؟ بركات خدني البركات. صفي كل حاجه. هو انا المحامي ولا انت المحامي؟ انا محضر لك كل الاوراق، مفيش شركه، انا حر يا اخي. انت شريكي بنصيبه ايه دي؟ على مهلك، على مهلك. وليك عين توريني وشك تاني؟ تهدي، ما تستهدى بالله يا بني ادم انت، وافهم منها الحكايه. اخلص انت دي الكلب. لا ده انت باين عليك ناقص رباية بقى. فوليو، ما تستهان على طول لسانه. معلش انا هشرح له كل حاجه. هتشرحي لي ايه؟ واحده في حضن عشاها وفي سريره بتعملوا ايه يا بنت يا بنت الحسب والنسب؟ بركات فوق واعرف انت بتكلم مين. بكلم مين يعني؟ واحده سكاكيه من بتوع الشوارع. اخلص بره. انا همشي، بس قبل ما اخرج عاوزك تفهم حاجه. أنا عمري ما حد لمس مني شعرة واحدة، لا رضا ولا خصمانية. برا! كلمنا أنا هنا، فين مرزوق؟ راح في 60 داهية. ثلاثة بالله العظيم لو حصل لمرزوق حاجة ما هيكفيني قصادها رقبتك. فكرة شيطان يا أمين، جات لك منين؟ تلميذك يا كينج.
كلها حقنتين ثلاثة ويبقى مستني ميعاد الإبرة زي المجنون، بعد كده نرميه في السوق زي الكلب. مش عايز اسمي يتلط. متخافش يا كينج، كل شيء ماشي حسب القانون. عشان اللي يفكر بعد كده يقيم راسه في السوق يعرف انه هيحصل له زي مرزوق. انت بتخرج بتقول ايه؟ هي دي الحقيقه صدقني. الجيار حاول يفرق بينك وبين مرزوق، خطف فاطمه وبنجها وحطها في صغيره، وبعد ما بعدك عنه استفرد بيه وخطفه. الحق صاحبك قبل ما يضيع. عليا يا صاحبي. مالك كوتش؟ كوتش شيل معايا كله. على مالك؟ على مالك؟ اسمع،
مش من مصلحتكم ان الكينج يعرف. خلاص خلاص انا هتصرف. مين يا جيجي؟ مبروك يا ملك. مرزوق مات. خير يا دكتور؟ لا الحمد لله قوي. احنا كنا فين وبقينا فين؟ دلوقتي يقدر يخرج وياكل اللي هو عايزه. تسلم ايدك يا براكوتا. يا ريتها كانت اتقطعت قبل ما تمد عليك يا صاحبي. ازاي يا جدع؟ ده انقذت حياتي مرتين. لا مش ممكن يا اساتذه. الاسعار دي ما عادتش تنفع. وما تنسوش ان انا لوحدي في السوق بس اللي هيقدر يورد لكم. بس يا جار بيه ارجوك ما تقطعنيش. مع العود العربين توصل كاش. الشركه اللي هتبعت شيكات مش هبص في طلباتها. مع السلامه. بس كده هنبيع سمك ومية يا كينج. دي سبقة العمر بالنسبة لي يا حلوة. يا كينج يا كينج المزاد فاضل له اسبوعين اتنين. ممكن شركات تانية تخش تنافسنا. وفي الحالة دي بقى الشروط الجزائية ممكن تنسفنا نسف. مجنون مين اللي هيفكر يقف قصادي في السوق بعد اللي عملته في مرزوق يا امين؟ ما تنطق. بسم الله الرحمن الرحيم. فتح المزاد على غناين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وبحضور كل من السيد وكيل وزارة الزراعة والسيد وكيل وزارة الإصلاح الزراعي والسيد مندوب وزارة الخزانة والسيد مندوب الرقابة الإدارية. وقد تحدد السعر المبدئي لفتح المزاد 500,000 جنيه. مين يزود؟ أمين. أيوة كينج. أنا مش قلتلك محدش يدخل المزاد ده؟ لا ما انا مربط مع كل التجار ما حدش يزود عن السعر اللي سيادتك حددته وبعد كده كله ينسحب عشان المسائل تمشي قانونيه. 501,000. 501. حد هيزود؟ 502. 502. ايوه يا ساده. 504. 504. مين هيزود؟ 506. 506. ايوه يا اخوانا. مين يزود؟ 525,000. 525. حد هيزود؟ 525. ما حدش عايز يزود؟ 525. مليون. مليون. ايه ما بتسمعش؟ حضرتك دافع تأمين المزاد؟ يا افندي. باسم مين؟ باسم الحاج ابو نعيم. مليون ومئة ألف. ومئتين ألف. مليون وتلتمائة ألف. وخمسمائة ألف. 2 مليون. ونص. 3 مليون. ونص. 4 مليون. كينج معناش سيولة كافية. 6 مليون. يعني ايه حضرتك قلت كام؟ 6 مليون. 6 وجنبها 6 صفار. حضرتك عارف ان الدفع نقدي او بشيك مقبول الدفع؟ وفوري. خوليو خش. مليون. حد هيزود؟ 6 مليون. مبروك يا مرزوق. مبروك علينا كلنا. مش كتير المبلغ ده يا صاحبي؟ واحنا دافعين حاجه من جيب ابونا. امال مين اللي هيدفع؟ شغل الجمجمه. مش فاهمك يا صاحبي. الشركات هي اللي هتدفع عشان هي مضطره لده. مبروك يا مرزوق. الف مبروك يا ملك. Thank you.
مرزوق، دم في رقبتك يا صاحبي. بركات، مش دعوة مرزوق، أنا كنت سايق العربية بس، ده البلاسي والباشا هم اللي ضربوا النار، مش أنا، مش أنا، وبعدين أمين بيه هو اللي مسلط لي، أمين بيه هو اللي طلب مننا كتير، دي أوامر الملك، انفارتك، أنا بعرضك يا مرزوق، أنا مش ريق يا مرزوق، أنا صعب، عملت علي يدك يا مرزوق، بلاشاني يا مرزوق، أنت عامل إيه؟ يا مرزوق حط علي يدك عشان ولادي يا مرزوق، حرام عليك. لا لا مرزوق، لا لا مرزوق، اوعى مرزوق، لا 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 الويسكي يا بلاسي. تعال يا باشا. زمان ما شفناش سوا، انما النهارده بقى يا حبيبتي. يوه ده وقته يا عالم. معلش يا حبيبي، هذا احلقه واجي لك جاي. هتعمل ايه؟ انا هزورك يا مرزوق،
احذرك ده يبقى السبق اصرار وترصد. ده قانون العقوبه صريح جدا في الناحيه دي. الماده 132 بتقول مرزوق ايه؟ مرزوق ايه؟ لا سلام يا صاحبي. سلام سلام يا صاحبي، سلام سلام يا صاحبي، سلام سلام يا صاحبي، سلام.